ضمن فقرتنا اليوم رح نحكي عن ترتيب سفرة رمضان بطريقة صحيحة مع ضيفتنا بارعة العطار اختصاصية لياقات اجتماعية. مساء الخير. كيفك مدام؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان علينا وعليك يا رب. رمضان كريم. وبكل رمضان بيكون لنا حصة مع حضرتك لحتى نذكر كل الناس ونذكر أنفسنا باللياقات اللي لازم نعملها خلال الشهر الفضيل. بداية معظم الناس بتنعزم أو بتعزم على الإفطار أو السحور. مائدة الإفطار خلينا نبلش فيها. في ترتيبة معينة لشكلها، لأبعادها، لمقاييس مثلا الكراسي، لمكان جلوس الناس، وخاصة أنه ممكن ينجمع عدة عائلات على المائدة. تمام. هلأ التايتل الكبير لرمضان هو رمضان بيجمعنا. تماماً. فهي سفرة رمضان تجمع العيلة كلها، لهيك لازم يكون في مكان مخصص ومريح لكل شخص بده ينوجد بهي العزيمة. مش بالضرورة إذا ما عندك محل أني أعزم كل العالم، بس كل ضيف أنا عزمته برمضان لازم كرمه بشكل شخصي ويكون مكانه صح. مقاييس الطاولة اللي أنت عم تحكي عنها، أكيد نحن بنعرف أنه في الطاولة المستطيلة وفي الطاولة الدائرية. الطاولة الدائرية لها حيلة كتير حلوة أنه هي بتجنبنا الكبير للصدر. لما بنكون عاملين طاولة مستطيلة دائما الداعي صاحب البيت المضيف بيقعد براس الطاولة وبعدها بالتدريج. أما لما بنكون عنا طاولة دائرية فهي بتبعد عنا هي القصص، مين بده يقعد هون مين بده يقعد هون دائما. قديش تبعد عنا مشاكل بالمناسبات؟ تمام. مين بدك تقعدي على راس الطاولة أو لا، فخلص بتصير يعني هيك وحدة حال بين الكل. تمام. هلأ المفروض أنه يكون باللغة العامية معروف أنه بين الصحن والصحن صحن، ففي مسافة بين كل شخص وشخص، هي مسافة للحركة تكون صح. خاصة هلأ إذا نحن عم نحكي شوي بوقت كورونا، يعني لازم يكون في عنا تباعد نوعا ما قدر الإمكان. تمام، قدر الإمكان، فلازم يكون في تباعد بيناتهم. الأدوات المستعملة لازم تكون لكل شخص حصرا، وخاصة بشكل شخصي برمضان. تماماً. يعني نحن نعرف أنه الدعوات دائماً في منها رسمية وفي منها مانا رسمية. بجوز تكون أنت بالبيت، أنا عازمة أمي وأختي ما بدي أعمل أي شيء، بس برمضان في خصوصية معينة. مثل ما بنعرف أنه نحن عنا لنفترض صحن التمر، نحن فينا نحطه محل صحن الخبز، لكل شخص نحط عدة تمرات ممكن ياخذهم، وفينا ندور الصحن على الطاولة كلياتها. تمام. المشروب لازم عنا كاستين، انتم بتعرفوا انه نحن عنا مشروبات مشهورين فيها برمضان، لازم يكون عنا 2 نوع عصير موجودين لكل ضيف نحن داعينه. صحن الشوربة اكيد موجود، والصحن الرئيسي وصحن الحلو، هدول طبعا مع ادوات المائدة المستعملة. تمام. دائما يمكن البيزك على الطاوله هو الشرشف، وقديش بيكون هيك له لفته خاصه او مميزه عند كل ست بيت، لازم يكون فيه هو متناسب مع الاطباق الموجوده او مع الصحون اللي نحن حاطينها، ولا انه ممكن يكون سامح ساده ما فيه شيء؟ هلا هو يوجوالي انه نحن بنحط دائما الشرشف الابيض، نستعمل البياض. تمام. يعني حلو انك تاكلي على ابيض دائما، بس هو كمان حلو انك تكوني مزبطه شيء مع الديكوريشن يلي انت عاملتي، اللي ماشيه فيه السيرفيس لونه كان فضي ولا ذهبي. بس الاكثر دائما بنروح للالوان يلي هي الابيض المكسور شوي، اما الابيض الساده. تمام. يعني انت دائما لما بتعدي بتاكلي على لون ساده مثل ما قال نفس أكثر. تمام. مثل ما قال ورد بالافتتاحيه انه العين بتاكل قبل. يعني كمان لما تشوفي البياض غير لما تشوفي السواد. طبعا في ناس انت بتروحي لعندهم هن عاملين شيء من ديكوريشن البيت، مثلا هي عندها السواد حاطه السواد، هاد ما بحسه كثير خرج رمضان. تماما. يعني ممكن يكون خرج شخصين مع طاوله مزينه كثير كثير كثير، انت بتضرب مثلا اذا عندك الوان بالاكل، عندك الاورنج الجزر، عندك الخس الاخضر، ما بقى ببين يمكن الاسود، تمام، عندك البندوره، عندك هي، فالطاوله شعلت كثير، صار منظرها ما انه صح، صار مؤذي شوي للعين. لازم يكون في تناسق للراحه البصريه كمان. وعلى فكره يعني هذا الموضوع مو انه لنزيد عبء على انفسنا، بس مثل ما قالت الست بارعه، يعني هذا الموضوع من حسن الاستقبال. تمام. معناها انا قديش مقدر ضيفي وشغال قبل ما يجي هذا الضيف احتراما له، حتى عم بستقبله باحلى صوره. طيب، في اخطاء ترتكب على مائده الافطار بالعزايم؟ اكيد. شو اهمها؟ هلا اول شيء نحن انه بعض الاحيان ما بنراعي كبار السن، ما بنراعي مرضى السكري، ما بنراعي مرضى الضغط. تماما.
لهيك دائما هي القصص ننتبه لها، خاصة بشهر رمضان الفضيل، لأنه أنت بتعرف أنه بيكون مثلا الصايم صايم وقت طويل، مش آكل وجاي بده ياكل، أنت مثلا تحط له أكل مثل ما قالت مشنين مشان الضغط، تحط له ملح بالنسبة له هو هاي الوجبة اللي هلا بده يقتات عليها، دغري أنت صديت له إياها بملح. لازم نراعي الأكل لكبار السن وللصغار، ولازم نعرف أنه الشوربة الخضرة لازم تكون موجودة، ولازم السلطات والطبق الرئيسي، يعني لازم نعمل أخضر وأبيض وأحمر، يعني السلطة موجودة وأكل اللحم موجود طبقه وأكل الدجاج موجود طبقه، بغض النظر أنه نحن فينا نستخدم شغلات ليست مكلفة من 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 الموجود بالبيت وهي بنفس الوقت مغذية، يعني مش بالضرورة أنا أعمل عزيمة وجيب خروف وهو الوضع خلقه ما بيتحمل، وهي عزيمة ب30 يوم يعني. تمام وأنت تمام. طالما عازم فأكيد حتنعزم، يعني العزيمة بتدور، يعني تماما. اليوم أنت عازم أخوك بكرة أخوك حيرد لك العزيمة. تماما. وهو رمضان أكيد أنت بتعرف أنه هو لإعادة صلة القرابة، يعني صحيح. هي لازم تعود صلة الوصل، فلازم راعي هدول العالم كلياتهم، حتى الأطفال لهم حصة كبيرة موجودة على الطاولة، مش بالضرورة حطهم معي على الطاولة، بس ممكن حط لهم طاولة جنابية، لأنه بالأحوال العادية أنت فيك تطعمي الأولاد بالبيت وتجيبهم آكلين، أو فيك بطعميهم وتتركهم بالبيت مثلاً وهي. بس هون مثل ما قلنا رمضان بيجمعنا والعيلة كلياتها بدها تكون موجودة، وحتى الصغار بلشوا يتعودوا شوي على الصيام كمان. تمام. ست بارعة، يعني أخيرا بدي أقول لك أنه اليوم الشيف محضر لنا فتوش، محضر لنا كباب مع مربى البصل بيواز بقدونس، شراب جلاب مع اللوز، يعني ما مخلي لنا شيء اليوم. مثل ما ذكرتي موجود كل الأطباق، كيف ممكن نحن نقدمون؟ تمام. هلا يمكن الشيف بس منقص لنا شوربة اليوم، بالعاده كل بالعاده بيعمل لنا شوربة اليوم، ما في شوربة يمكن الوقت ما بيسمح له انه يعملها. تمام. اول شيء اكيد نحن بناخذ طبق الخضره طالما عامل الفتوش، لانه هي سهله الامتصاص وسهله الهضم، انت بعد فتره من الصيام المعده متعوده لسه، يعني عندها صار كسل بسيط لبين ما ترجع من اول وجه تفتح. تمام. بنقدم الخفيف، بعدها بناخذ الكباب اللي عاملينه. بعدها شو عندنا كمان؟ عندنا بواز بقدونس طبعا. تمام. هذا بيجي مع الكباب الشراب. تمام. الشراب اكيد موجود، هو افتتاحيه يعني. تمام. ما بننسى انه التمر والشراب. هلا الشيف مشغول بالطبخ، لو ما كان مشغول كنا حطينا الطاوله وعرفنا شلون بدنا ناكلها. هلا لتخلص اخر شيء بنشوفها. طيب ست بارعه، كمان في هون شغله وممكن تكون محرجه وممكن تكون لا بالالفه ومحبه بتنعمل، ست البيت بدها تقوم وتقعد كثير على مائده الافطار، طبق عم ينزل وطبق عم ينشال، سلطه عم تنزل وشوربه عم تنشال، كيف لازم يكون التصرف من المعزومين ومن العازمين بهالحالة عشان الطاولة تضل نظيفة ومرتبة؟ أول شيء نحن مثل ما قلنا مائدة رمضان لها خصوصية خاصة، طبعا بأول شغلة نحن ما بناكل، الضيف ما بياكل لتبدأ صاحبة البيت اللي هي طول النهار شغلة بالمطبخ، هي أول واحدة بدها تبلش. ما في شيء اسمه نقوم ونقعد، لأنه نحن إجباري لما بنعمل طاولة متكاملة نحن عنا صحن لكل 3 أشخاص، مثلاً إذا عندي جات الفتوش فهو لكل 3 أشخاص في قدامهم صحن لهالثلاثة هدول موجود. تماماً. وأنا عم قيم ما في شيء عندي لحتى قيمه، إذا بديت شربة بحطها على جنب. لازم تقيد بست البيت. يعني عيب اصلا بفن الاتيكيت، انت بتعرف انه هو آداب السلوك. هلا لو انا كان في قدامي صحن بطاطا وبدي اكله، انا جعبالي اول شيء باخده مرره للي قدامي. تمام. واللي قدامي للي قدامه ليسكبوا الكل، برجع انا باكل. ايوه يعني اذا بقي لي شيء اذا بقي لي شيء يعني طبعا المؤاسره، فهو هيدا فن تهذيب بالنهايه. لهيك بنحكي بالاتيكيت دائما، اذا بدي ملح مثلا، اذا بدي الملح شي. الملح ما بتطلبه، يعني اذا قلت لي ممكن الملح من قدامك، الملح والفلفل بيجوا مع بعضهم، هدول 2 متزوجين لا يفترقان، لو انت طلبت الملح انا بدي اعطيك الملح والفلفل، هو بيكون في سيت ملح وفلفل كمان لكل 3 أشخاص موجوده على الطاوله. يعني مش بالضروره هات من هنيك وجيب من هون وقيم ايدك وحط ايدي. تماما. يعني هي العجقه اللي بتكون بالايام العاديه، نحن اكيد كل اللي عم يشوفونا ممكن في قسم منهم يقولوا انه نحن بظل الظروف الصعبه اللي عم نعيشها شوي هذا يمكن مكسور. فضائي يمكن يعتبروا لهذا الكلام، ولكن لا هو اكيد موجود، وخاصه وقت يكون نحن مثل ما ذكر ورد عزيمه. تمام. بهالشهر مره واحده رح اعمل هذا الشيء ببيتي، انا ما كل يوم كل يوم كل يوم رح يكون في عندي عالم، فاكيد في تفاصيل
تفاصيل حلو كثير انه نحن ننتبه لها، وخاصه ستات البيوت يلي بيحبوا هاي القصص والتفاصيل. ست بارعة، اخيرا هيك نصائح حابه تقدميها لكل يلي عم يشوفونا. رمضان مو للتبهر، رمضان هي لو انا عزمتك على طبق واحد اوكي صح، نحن كلنا عم نحكي، بس مش بالضروره مثل ما حكينا اول شيء انه نعمل خروف لنطعمي هي. صحيح. يعني ممكن ناخذ وجبه بسيطه، ممكن نعتني بالمجففات اللي نحن عنا اياها. رمضان حلو للتواصل. رمضان حلو العيلة بتجمعنا، يعني هي الجمعة اللي بتكفي. رمضان أكلاته الطيبة اللي نحن بنشتهر فيها بسوريا، رغم شو ما صار عنا بتضل هي موجودة، والخير والبركة يا رب يضل موجود. وبرجع بذكر مثل ما قالت ميشلين، نحن مع ضيوفنا الأكابر والمتخصصين أمثالك أستاذة بنحكي مدارس عالمية تماماً، وأصلاً مدارس سورية وشرقية وإسلامية وعربية وإسلامية تماماً وإسلامية. يعني نحن بنعرف أنه علوم الإتيكيت كلها هي 2222 قاعدة كلها طلعت من العلوم الإسلامية. صح. يعني إذا بس هيك بناخذ مقولة صغيرة مثلاً، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فانت بترجع بتشوف اكبر قاعده لما ادت تمام، فانت عم ترجع بتشوفها، انت هي عم تبلش بالشوربه بالايد اليمين، عم تاخذ الكاسه اللي قدامك مو اللي هنيك تماما، وكل مما يليك تماما. ويعني الرسول عليه الصلاه والسلام ما عاب طعاما قط ابدا ابدا، واذا كان حب طعام اكله، وما حبه خلاص ما ذمه اقلها، انه هالاكله بحبها وهالاكله ما بحبها وبدي وما بدي. هلا انت اذا عندك اريحيه شوي مع الضيف فيك تساله انت كيف بتحب هاي الاكله تماما، بس انا اذا رحت على كنت مدعوه لمكان والاكله ما حبيتها فيني امتنع، والله انا اليوم متضايقه ما فيني اكلها كذا، يعني بس حجة ابدا لطيفة. تمام، بس انا ابدا ما بعيب اي طعام ولا بتمنى عنه ولا بعطي كلمه مو حلوه، يي انا ما باكلها، لو عرفانه انه عاملتيها كنت قولي لي، كنت جبت اكلاتي معي. لا ابدا، هي السلفه لسلفتها. لا لا ورد، نحن عم نحكي اتيكيت ما بيصير هيدا الكلام. شكرا كثير الله يسلمك، يعطيك الف عافيه ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، يعطيك الف عافيه ست بارعة.